A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل
حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات.
A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه.
وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر
وانتظار المزيد من التعليمات. Medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه.
وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر
وانتظار المزيد من التعليمات. Medivac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه.
وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر
وانتظار المزيد من التعليمات. Medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه.
وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر
وانتظار المزيد من التعليمات. Medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه.
وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات. A medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر
وانتظار المزيد من التعليمات. Medevac helicopter will be extracting injured person. Do not attempt to board the helicopter. ستقوم مروحية للإجلاء الطبي بإجلاء الأشخاص المصابين. لا تحاول الصعود على متن المروحية. For your own safety, keep the area surrounding the medical tent clear for authorized personnel and those in need of medical attention. لسلامتك الشخصية، حافظ على خلو المنطقة المحيطة بمنطقة الخيمة الطبية للأشخاص المصرح لهم والأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية. Keep passport with you at all times. If a border agent asks for your papers, be prepared to provide them. Parents, hold passport for children. احتفظوا بجوازات السفر معكم طوال الوقت. إذا طلب حارس من حرس الحدود أوراقك، فلتكن جاهزا لتقديمها إليه. وعلى أولياء الأمور حمل جوازات سفر أبنائهم. Clear the area. Move behind the barricade as quickly as possible. فليتم إخلاء المنطقة. تحرك إلى خلف الحاجز بأقصى سرعة ممكنة. إن احتجت إلى الرعاية الطبية فلتخبر واحدا من حرس الحدود. If you need medical attention, inform one of the border agents. We are setting up a medical tent for triage. If you need immediate medical attention, inform a border agent or come to the medical tent. نحن نعد خيمة طبية للحجر الصحي. إن احتجت إلى رعاية طبية فورية فلتخبر واحدا من حرس الحدود أو فلتأتي إلى الخيمة الطبية. بمجرد إخلاء المنطقة سنجمع جميع الأمتعة المتروكة. يمكن طلب الأمتعة المفقودة من موظف الجمارك. الرجاء التحلي بالصبر وانتظار المزيد من التعليمات.